الرحمن الرحيم. احنا اليوم هون في جماعة الشيخ سيدي احمد العروسي عند مركز عدنا قريب من شهر ونص فاتحين اعتصام، وما تلقينا اي تجاوب من السلطة المعنية بالامر، ودقينا جميع الابواب في المدينة ما فيها اعلى سلطة سعادة العامل، وما تلقينا اي تجاوب. اليوم الأربعاء 2 مارس فاتحين اعتصام، فاتحين إضراب عن الطعام مفتوح إلى تحقيق مطالبنا إن شاء الله. والسلام عليكم.